تايتانيك لم يتعلموا من الدرس في الحفاظ على أسرارها الخفية والتي رفض المحيط الكشف عما أخفاه في ظلام الأعماق، وعاقب من يحاول كشف هذه الأسرار وآخرهم الغواصة تيتان، والتي تحولت إلى قطع صغيرة بمن فيها عندما اقتربوا من الحطام. فما سر السفينة الغامض التي قالوا عليها لحظة إبحارها أنه لا توجد قوة على الأرض ولا في السماء قادرة على إغراقها؟ فهوت إلى الأعماق في أول رحلة لها، وسر الرحلة الجديدة إلى الأعماق. البداية كانت مع وجود تقارير صحفية عن مخطط جديد لدى ملياردير العقارات الفاخرة الأمريكية ومستكشفو أعماق البحار لاري كونور، وذلك للسفر في غواصة لاستكشاف ما تبقى من حطام سفينة تايتانيك، حيث ينوي رجل الأعمال والمغامر من ولاية أوهايو مع باتريك لاهي والمؤسس المشارك لشركة تيترون سابمارينز لأخذ غواصة إلى عمق حوالي 3800 متر لرؤية حطام السفينة في شمال المحيط الأطلسي. جاءت خطة المغامران بعد أن اهتزت صناعة الغواصات الخاصة بعد رحيل 5 أشخاص عندما تحطمت غواصة من صناعة شركة أوشن جيت في طريقها إلى تايتانيك العام الماضي. ويبدو أن المغامران يخشان مصير ركاب الغواصة السابقة تيتان والتي بنتها شركة أوشن جيت من ألياف الكربون وتم اعتمادها لعمق 1300 متر فقط، وهو أقل بكثير من أعماق قاع المحيط حيث كان حطام تايتانيك. فابتلع المحيط ركابها بالغواصة، حيث أكد متحدث باسم شركة كونور يوم الثلاثاء أن الرحلة المقترحة لن تتم إلا بعد أن يتم اعتماد السفينة بالكامل من قبل منظمة بحرية. الثنائي المغامر يخطط لاستخدام غواصة يطلق عليها تيترون 4002 أبسل إكسبلور، ويشير رقم 4000 إلى العمق الذي يمكن أن تصل إليه المركبة بأمان بالأمطار. وعلى الرغم من خطورة الرحلة، ينوي المغامران استكمالها دون النظر إلى ما حدث في يونيو عام 2023 عندما ابتلع المحيط الغواصة تيتان أثناء رحلة كانت تنوي قيامها لتفقد حطام تايتانيك. وعلى متنها الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت والتي صنعت الغواصة ستوكتون راش وتبلغ من العمر 61 عاما، إلى جانب رجل الأعمال البريطاني الباكستاني شهزادة داود ويبلغ من العمر 48 عاما، وابنه سليمان ويبلغ من العمر 19 عاما، ورجل الأعمال البريطاني هامش هاردينغ ويبلغ من العمر 58 عاما، وبول هنري 77 عاما، وكان غواصا بالبحرية الفرنسية في السابق. وعن سبب إقدامه على هذه الخطوة لاكتشاف ما أخفاه المحيط على مدار عشرات السنين، قال كونور في تصريحات صحفية: أريد أن أظهر للناس في جميع أنحاء العالم أنه على الرغم من أن المحيط مخيف بعض الشيء، إلا أنه يمكن أن يكون رائعا وممتعا. هذا وتعد الرحلة إلى حطام تايتانيك ليست الأولى للثنائي المغامر، حيث ذهب معا في عام 2021 في غواصة إلى مناطق تشالنجر ديب وسيرينا ديب في خندق ماريانا الأعمق في العالم، والذي يبلغ عمق الخندق حوالي 36 ألف قدم، وهو أعمق نقطة في قاع بحر الأرض. ولكن ومع كل ذلك، هل يكشف المحيط أسراره الغامضة بشأن غرق تايتانيك؟ وسيكشف الزمن عن ذلك.